سحب البطاقة الرمادية ودفع غرامة جبائية لكل مخالف لتعليمات المديرية العامة للضرائب حول اقتناء قسيمة السيارات لعام 2017. وإن كانت قيمة القسيمات هي نفسها التي فرضها قانون المالية للعام الماضي، إلا أنه تم تقديم دفعها بثلاثة أشهر كاملة لتصبح السيارة المرقمة عام 2017 معنية كذلك، حيث سيشرع في بيعها من الفاتح مارس الداخل إلى غاية الفاتح أفريل المقبل على مستوى قباضات الضرائب وكذا مكاتب بريد الجزائر من الساعة 8 صباحا وإلى غاية 4 مساء. وتسهيلا لاقتنائها، فستكون قباضات الضرائب مفتوحة بصفة استثنائية للمواطنين أيام السبت. لكل قسيمة قيمة قانونية حسب نوع وقوة محرك المركبة وحسب مدة استعمال السيارة كذلك اعتبارا من لوحة الترقيم، حيث يتراوح سعر القسيمة لكل مركبة فاق استعمالها 10 سنوات بين 500 دينار إلى 3000 دينار جزائري، في حين تقدر قسيمة المركبات المستعملة لأكثر من 6 سنوات ما بين 1000 دينار و 4000 دينار جزائري. ويتعين اقتناء قسيمة بقيمة تتراوح بين 1500 و 6000 دينار للمركبات المستعملة لأقل من 6 سنوات. أما المركبات الجديدة والمستعملة لأقل من 3 سنوات فسعر قسيمتها يتراوح بين 2000 دينار و 10000 دينار جزائري. أصحاب السيارة النفعية والشاحنات هم كذلك معنيون بهذه القسيمة. كل قسيمة غير مطابقة للقيمة القانونية يترتب عنها سحب البطاقة الرمادية واقتناء قسيمة مطابقة بضعف قيمتها، كما أن عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة قد يؤدي إلى فرض غرامة جبائية تساوي 50% من مبلغ القسيمة. مداخل ضخمة تجمعها مديرية الضرائب جراء العملية منذ 19 سنة، ورغم أن 80% منها يصب في الصندوق المشترك للجماعات المحلية، غير أن واقع الطرقات في البلاد لا يعكس وجود مداخل دائمة لترميمها.